طريقة يعني مباشرة وغير مباشرة بالادعاء بأنه يملك المعلومة. وطبعا الأيام كل ما تثبت بأن أولئك جهلة ومعلوماتهم مغلوطة، فمن يملك المعلومة يفترض أن يكون لديه المصدر ويكون لديه المعلومة الدقيقة، وإن كانت المعلومة تسيء للبلد أو تضر البلد فيجب أن يميت هذا الأمر ولا ينشره إن كان فعلا يعي هذا الأمر. أما أنه يقوم بالنشر فيدلك على أن إنسان جاهل ومغفل وقد يكون واقع ضمن مخططات الآخرين. وقاعدين نشوفهم مش كثرهم بتويتر بالواتساب اللي ينشرون كلام مغلوط كثير. راح نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع مهم. لكن الشيء اليوم المفرح والمبهج هو ظهور سمو الأمير حفظه الله واستقبال لسمو ولي العهد. هذا الظهور طبعا أسعد الكويتيين وأسعد الشعب الكويتي وكل من إنسان يحب هذه الأرض فرح بهذا المشهد ورؤية سمو الأمير معافى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويمد في عمره هو وسمو ولي العهد. عندنا مواضيع طبعا أكيد كثيرة جدا راح نتحدث عنها اليوم في هذا الجانب، لكن بداية خل نرحب بضيوفنا بعد ذلك بإذن الله تعالى راح نتناقش حول تلك المواضيع. معنا على إيد اليمين طبعا رئيس اتحاد المحامين الكويتي ونائب رئيس اتحاد دول المحامين المحامي ناصر الهيفي. وبدر حياك الله. الله يحييك ويسلمك، وانا سعيد معاكم يعني بهالديوانيه هذه. سلام عليكم دكتور. غازي الدوسري حياك الله ابو فيصل. يا هلا هلا ابو محمد، امسي على ضيفك. نعم. مساء المشاهدين. حياك الله. حياك الله. سعد الشمر ابو فهد حياك الله. ابو فهد حبيب محمد الله يحييك ويبقيك، امسي على ابو بدر صديق واخ عزيز من زمان ما شفناه، امسي على ابو فيصل وايضا على دكتور ابراهيم وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله صحيح. انها تكون حلقه ترتقي لذائقه المشاهدين ان شاء الله. دكتور ابراهيم دشتي حياك الله. الله يحييك ومحمد. اهلا دكتور. بدايه خلينا نبدا مع يعني ابو بدر، ويمكن المقدمه اللي ذكرتها مرتبطه في احداث كثيره، وانا باخذها من جهتك من ناحيه قانونيه. انتشر عندنا سياسي، الناشط السياسي، الإعلامي، الصحفي اللي عنده السبق صحفي، وأنا دائما أستذكر مسرحية حامد ديارة سعد الفرج دواني عروقها بالماي. قبل كان واحد اثنين، الحين بالآلاف اللي يقولك دوانيتي عروقها بالماي وعندي المعلومة. وشفنا الفترة الماضية وغيره وغيره وغيره. ليش استمرار يعني فئة كبيرة بالمجتمع تسوق للإشاعات، وقد تكون هذه الإشاعات من جهات داخلية خارجية تريد الإضرار بالوطن، وقد تكون أنت واقع ضمن مخططات آخرين يعني بطريقة مغفلة. القانون ما وضع ضوابط هذه المسألة، وليش الجميع ما قاعد يهتم في هذا الجانب؟ لا، هو القانون وضع ضوابط بس ملاحقة الإشاعات هذه تبي جهة رسمية. الضوابط طبعا القانون يحمي دائما الآخرين وحقوق الآخرين، فإذا واحد تضرر يروح يرفع دعوة، بس لما يكون الأمر بشكل عام يحتاج إلى جهة عامة تقوم بهذه أو بهذا الدور، إنها مثلاً تلاحق من يبث الإشاعات المغلوطة أو الغير صحيحة، ويواجه أيضاً نشر هالإشاعات هذه بنشر الحقائق وبيان المعلومة الصحيحة وبيان أن هذه إشاعة. ولا تنسى أن اليوم يعني الأجهزة والتواصل الحديث والتواصل الاجتماعي هي اللي ساعدت على هذا الموضوع. صار عندنا مسألة التواصل الاجتماعي والتقنيات هذه اللي موجودة، صارت الناس قاموا يسوون بطولات. اللي ما يعني بس عفوا على الكلمة، اللي ما له شأن صار له شأن. نعم. اللي ما يعرف يتكلم في المجالس صار يتكلم من هو خلف الأجهزة بغرفته ويتكلم على كيفه، عرفت؟ فصار انتشار واسع وكبير في هذه المسألة. الرادع موجود والقانون موجود، لكن مثل ما قلت لك الإشاعة بشكل عام، طبعا لو واحد الإشاعة إذا صارت على شكل شخص معين أو مثل ما تقول موجهة لشخص معين هو يرد، هو من حقه أن يرفع دعوة ومن حقه أن يقاضي هذا الشخص، بس لما تكون بشكل عام تحتاج إلى جهة مسؤولة تقاضي هذا الشخص أو تحرك الدعوة ضد هذا الشخص، وأيضا تنشر المعلومة الصحيحة والحقيقية. فإحنا نحتاج أيضا إلى جهاز رسمي يواجه هذه الاتجاهات، وأنا أعتقد أو هذه الأمور، وأنا أعتقد أن هذا الجهاز موجود في دول مجاورة اللي هي مكافحة الإشاعات. نعم. على التويتر وعلى كل برامج أي إشاعة تطلع يطلع لك أن هذه إشاعة وهذه الحقيقة، هذه الإشاعة وهذه الحقيقة، وهذا يساعد على استقرار
المجتمع ومحاربة مثل هذه الإشاعات. ممتاز. يا ليت نشوف مثل هذا الجهاز عندنا في نعم الكويت. أنا بسأل أبو فيصل وبتكلم عن الإعلاميين بالذات، خلينا نكون يعني أكثر، ما نبي المواطن العادي. أنا لاحظت الأسبوع الماضي كثير من الإعلاميين يدعي امتلاك المعلومة وشفنا، ويحط لك مثلا أحرف، والله يقول لك الأسبوع هذا فيه كذا، ترقبوا يوم الأحد، يعني يشير بمعنى يعني إن في أحداث راح تصير. والشيء الثاني طبعا حتى يعني يتجاوزون موضوع المسألة القانونية، ترى الانتشار بالواتساب، يسوي له بوست ويكتب الإشاعة ويرسلها بالواتساب، ما ينشرها مثلا بسناب ولا بكذا كذا. المصيب من هؤلاء إعلاميين وناشطين سياسيين بهذا الشكل، ليش وصلنا هذه المرحلة رغم أن أغلب معلوماتهم مغلوطة والأيام قاعدة تثبت مغلوطة بشكل يعني مضحك. شوف أبو محمد، ما في شيء ينتشر إلا لما يكون مثير للجدل. طبعا الحين يعني بشكل عام الإعلاميين والسياسيين وبشكل عام جميع اللي يعني يمكن اللي نقول عنهم مشاهير، سواء من الجانب الإعلامي أو بالجانب السياسي أو حتى من جانب السوشيال ميديا بعد ما انتشرت هذه الأمور، إذا ما تنشر شيء مثير للجدل الناس ما يتابعونك للأسف. يعني اليوم صار ذائقة المتابع أن أبي شيء مثير للجدل عشان الناس تتابع، خل بس أي شخص يعني يثير أي موضوع للجدل راح تشوف شلون موضوع المتابعين راح يزيد عليه، تلاقي الكل يضيفه بنفس الوقت. صحيح. خاصة إذا كان بعد بين طرفين. نعم. فهذا الشيء إحنا متعودين عليه. أبو محمد، الإشاعة مو وليدة اليوم، قبل حتى السوشيال ميديا. صحيح. يعني من بعد الوعي الإنساني أو من بعد تكوين حتى الدولة، مفهوم الدولة. نعم. بدأت الإشاعات، إشاعات يمكن من أيام العصور حتى القديمة. نعم. المشكلة مو بالإشاعة، يعني الإشاعة أنا أشبهها بنفس الفتنة. يعني الفتنة الآن الله من أيقظها. صحيح. إشاعة مو مشكلتها باللي يشيع الخبر، مش المشكلة باللي تداوله. نعم صحيح. إحنا مشكلتنا يا أبو حسين، يا أبو محمد، إن صارت عندنا إحنا يعني موضوع النشر صار عندنا سهل جدا. صحيح. سهل جدا إني أنا أدز اليوم بالجروب الواتساب، ولا أدز أسوي رتويت، ولا ولما يصير مشكلة ولما كذا تصير أمور قانونية قال لك أنا والله ما لي شغل، أنا والله لا. هذا الإنسان اللي يشيع هذه الأمور اللي خلينا نقول مثيرة للجدل وغالب الظن تكون خاطئة، هذا لولا أنت وغيرك ما انتشر هذا الخبر. نعم. خلينا نكون واقعيين. نعم، في ناس مرضى في المجتمع، يعني اليوم المفروض الإعلامي عنده رسالة، السياسي عنده رسالة. نعم. الاقتصادي عنده رسالة يجب أن يؤديها لهذا المجتمع. نعم. ولكن للأسف صار اليوم لا، أنا عشان أبي أنتشر وبمتابعين أكثر وخاصة مع انتشار السوشيال ميديا. صحيح. صار إن الموضوع لازم أقط لي شيء مثير للجدل، ولو يكون حتى على حساب. نعم. الوطن. صحيح. أو على حساب يعني الاستقرار مال البلد مثل ما تفضلت. نعم. أبو محمد، فلذلك اليوم أنا صراحة ما ألوم الأمراض موجودة من أول ما بدأ الوعي الإنساني، ولكن إحنا من ننشر الأمراض؟ إحنا مشكلتنا إحنا ننشر هذه الأمور. يعني اليوم الجريدة لما تنشر، يعني أي جريدة اليوم ولا أي وسيلة إعلامية لما تنشر إشاعة حق شخص، هي وصلت المعلومة، خلينا نكون واقعيين، هذا الشخص ما قدر يوصل معلومة. نعم. ولكن عن طريق هذه الوسائل وصلت هذه المعلومة. صحيح. لذلك أنا وجهة نظري، أنا ما ألوم الشخص اللي يطلع الإشاعة، هذا إنسان مريض. بس إحنا اللي قاعد نزيد، إحنا اللي قاعد نزيد يا أبو محمد. المصيبة وفيصل، أنا ما أتكلم عن ناس عاديين، أتكلم إعلاميين ناشطين سياسيين معروفين. صح. معروفين. صح. ولهم وزنهم. يعني انا متاكد انت ابو فيصل، ابو فهد، وكاعلام، واعتقد حتى الدكتور، يمكن حتى بدر، عندكم معلومات قويه توصلكم. نعم. لكن كثير من المعلومات ما تطلع، توصلك تموت عندك، خاصه اذا كانت معلومه مثل حساسه او تثير فتنه او نتسيل البلد. ابو محمد، ما عندك الهوس اني والله انشرها. صحيح. ابو محمد، في دور غائب جدا احنا دائما نعول عليه، الدور الحكومي الاعلامي. احنا اليوم قاعد نشوف ضعف حقيقه من المراكز الاعلاميه الحكوميه بقتل هذه الاشاعات، بالرد على الناس. لازم تنشر هذا الوعي، لازم ترد تتكلم وتقول وتاكد الحقائق. نعم. ما تخلي الموضوع الحرب تترك الحبل على الغارب. لذلك اليوم ايضا هناك مسؤوليه حكوميه، كما هناك مسؤوليه شعبيه، مسؤوليه يعني ذاتيه على الانسان، هناك ايضا مسؤوليه حكوميه. نعم. لا يجب ان تكون هناك مراكز متخصصه مثل ما تفضل ناصر، يعني في مراكز لازم تكون متخصصة في هذا المجال. نعم. من قبل الحكومة ترد على الشائعات. صحيح. تؤكد بعض الأمور. نعم. يعني احنا يمكن في فترة كورونا
لو ما كان في مركز التواصل الحكومي كنا يعني مع وجوده وكنا نغرق في بحر الإشاعات. صحيح. فما بالك لو مو موجود. لذلك اليوم خفف ولو انه يعني لنا مآخذ عليه كثيرة. صحيح. ولكن الى حد ما يعني قبلها قدم دور. صحيح. كل امانة. لذلك انا اشوف انه ايضا هناك تقصير من الجهة الحكومية. نعم. ابو فهد من ضمن يعني اذكر التأليف والسبق الصحفي وكله مغلوط، لما صار الحوار الوطني خرج احد الاعلاميين وقال لك الشروط انه والله اول ما يرجعون النواب السابقين يروحون السجن المركزي، وممنوع الاحتفالات، ممنوع استقبال، تذكرونها يعني اللي انتشرت ترى ناس رجعت واحتفلوا والناس مستانسه وفرحانه، بس الناس مشكله تنسى ولا حد ايش السجن ولا حد ايش، وما سالوا هذا الاعلام اللي نشرها ترى. نعم. صحيح. اللي يعني صاير لابو العريف. نعم. يعني عنده السبق الصحفي. شيء مضحك ابو فهد. ابو محمد، المشكله الرئيسيه من الشخص ذاته خصوصا اذا كان متخصص، هذه اكبر مصيبه. يعني لما نتكلم عن الحسابات الوهميه. نعم. اللي بسناب منتشره ركزت كل قوتها بسناب، في بتويتر طبعا وفي بالانستغرام، لكن سناب ركزت كل القوه وتحظى بمتابعه منقطعه النظير بكل اسف يعني. نعم. صحيح. انا المفروض هذه الحسابات صحيح يتم، واعتقد بامكان الجرائم الالكترونيه الاستدلال على اصحاب بعضهم معروفين، لكن خلينا نتكلم عن المعلومين. صحيح. الناس المعلومين المعروفين مثل الاخ اللي كتب هذا الكلام. نعم. لابد ان يتم استدعاء، يقول له تعال انت. صحيح. يعني كيف تكتب مثل هذه المعلومات؟ اول شيء مصدرك منه، خل مصدرك، انت اعلامي وكذا، لكن الان انتهى الحدث ووصلوا الناس وراحوا بيوتهم، تعال يبا انت وينك من يعني اللي كتبته هذا من وين؟ ثانيا متابعينه، هو عمل كل هالبروباغندا هذه عشان المتابعين، عداد الفولورز شغال. نعم. الان متابعينه لما تاكدوا من ما في عدم وجود مصداقيه لدى هذا الشخص سواء كان سين او صاد، المفروض هم يردون عليه، المفروض متابعينه يشنون حمله بعدم متابعه. لابد ان مثل بعض التغريدات تطلع عن الوزراء قبل وبعد اللي انتقدناها في وقت سابق، طلع هذا الموضوع لابد ان يحاسب. بعض الجهات المتربصه الان، انتم لا يخفى عليكم وعلى الساده المشاهدين ان الكويت تمر يعني محيط اقليمي ملتهب مثل. صحيح. هذه الشائعات يعني البعض يتناقل هذه الشائعات من اعلامي معروف سين وصاد ويحط بينها اشاعه ملغومه تفجر الأوضاع لا سمح الله. صحيح. أنت لما تتكلم وتقول سوف يحجزون على سبيل المثال وتعهد ومش عارف إيش يروحون السجن بعضهم، طلعت إشاعات وما إلى ذلك، ما المقصود من ذلك؟ يعني ما أعتقد إعلامي معروف تبحث عن متابعين بهالعمر وبهالوضع هذا، شنو السبب؟ صحيح. نعم. يعني عيب والله، يعني أنا قاعد أحاول أتنقل ألفاظ، عيب اللي قاعد يحصل، عيب، ويجب أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال يجب أن يحاسب. أنت تريد أن تحقق سبق صحفي أوكي، لكن إذا يجب أن يكون أولا سبق صحفي حقيقي. صحيح. ويكون عندك مصدر محترم. نعم. صحيح. عرفت. ثانيا ما يضرب الدولة، ما يضرب الدولة والنظام. صحيح. مثل ما قلت. نعم. تأتينا الكثير من المعلومات. صحيح. والله لا، مو بس ما ننشرها ولا. نعم. شيء لا يعني تنتهي ما عندك، ما نقولها خلاص ندحد. نعم. ثاني شيء انت قلت نقطه جدا مهمه ابو محمد بجزئيه الشائعات، ان البعض يتكسب من خلال هذه الشائعات، يتكسب سياسيا من خلال هذه الشائعات، وخصوصا ممن يخطط للنزول الى الانتخابات. صحيح. وانا اعرف اكثر من شخص صراحه. يوم الاحد انتظروا. نعم. يوم الأربع ترى. نعم. التشكيل والكلام عام يوم الخميس. ايه. في أشخاص يعني متابعينهم ونعرفهم وإحنا يعني. نعم. للأسف يعني. نعم. فنتمنى يعني تنتهي هذه الموجة. نعم. يعني المكلفة جدا على المجتمع وعلى الوطن. نعم. أنا بالأمس كانت يمكن افتتاحية جلسة الشاهد يعني سوقفتني أمانة بعض الجمل، إن يعني دول الخليج في 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 حكام مروا بأزمات صحية ما شفنا حد تكلم. نعم. صحيح. ما حد تكلم. إحنا الإعلاميين قاعد نقول عنهم يتكلمون عن القيادة السياسية وإن كان بطريقة غير مباشرة بس. نعم. واضحة. نعم.
واضح المعنى يعني تجرأوا وصلوا لمرحلة الخطوط الحمراء وصلوا لها دكتور إبراهيم. في مقابل ما شفنا دول الخليج أحد تكلم، لا ربعنا تكلموا ولا الآخر. وإحنا طبعا ما نحثنا على الكلام في هذا الجانب، يعني هذه أمور يفترض أنها تكون يعني حساسة جدا ولا حد يتداول، لكن عندما الكويت صارت الجرأة يعني زايدة على اللزوم صراحة. وأنا بالذات أتكلم عن الواتساب، الواتساب الكلام اللي قاعد يقيل يوم الخميس والجمعة والسبت شيء لا يطاق دكتور. أبو محمد أولا مسي عليكم بالخير وعلى المشاهدين وعلى ضيفنا الكريم. طبعا أنا برأيي الشخصي لا مجال للمقارنة بين الكويت ودول الخليج، لأن لدينا مساحة حرية هي غير موجودة في هذه الدول، والمساحة الحرية قد تكون نعمة وقد تكون نقمة حسب توظيفنا لهذه المساحة. إحنا إشكاليتنا في الكويت ليس الإشاعة، إشكاليتنا في الكويت غياب الشفافية، غياب المعلومة. عندما تغيب الشفافية وتغيب المعلومة تظهر الإشاعة. فاترك مساحة أكبر للشفافية ولإتاحة المعلومة لن يكون للإشاعة قيمة. ذكروا الشباب قبل شوي في حديثهم الناطق الرسمي، وفعلا في كورونا ساهم بجزء لا بأس فيه بخصوص طبعا محاربة بعض الإشاعات، ولكن هذا الدور الآن أنا أعتقد يحتاج أبديت، هو متأخر عن الواقع السياسي يومين أو ثلاث. فهذه الأخطاء أنا أتوقع هي اللي قاعد تعطيك هذه الحالة اللي إحنا قاعد نعيشها. فإضافة إلى ذلك دائما يمكن عالم السياسة أو حتى في الإعلام السياسي هذه الجزئيات يمكن تعطي أكشن للحياة السياسية، تعطي أكشن. وإحنا بالذات في الحالة الكويتية أبو محمد إحنا ما عندنا إنجازات في الواقع السياسي، فيلجؤون إلى الإنجازات من خلال الإشاعة. تريح يعني الإشاعة تريح، وللأسف المتلقي الجمهور قاعد يستقبلها بصدر رحب. الآن في مرسل وفي مستقبل، المرسل أرسل الإشاعة، مستقبل تعال أنت مدى مصداقية من أرسل الإشاعة. كلام اللي ذكره ونواف كلام في محله، أنت هذا الشخص مرة ما صدق مرتين، إذن هذا شخص فاقد المصداقية. يفترض أول شيء أسوي له انفولو بس، معنى هذا أن هذا ليس مصدر موثوق فيه. الآن في عالم الشبكة العنكبوتية المعلومة متاحة، ولكن الإشكالية في مدى مصداقية هذه المعلومة. الآن لما تروح في السابق ما كانت تعد ضمن المراجع في البحث العلمي، الآن أصبحت من ضمن المراجع، ولكن إلا تروح لجهة موثوق فيها، يعني تروح حق بعض الموسوعات المفتوحة منتشرة على مستوى العالم ولها اسم كبير، ولكن لا يمكن طبعا الأخذ فيها في البحوث العلمية لأنها مفتوحة ممكن تدخل وتعدل بيانات. فأنا أتوقع محاربتنا للإشاعة ليس بتغليظ القوانين والعقوبات، لا، إذا نحن تحولنا إلى دولة بوليسية، وهذه إحنا مشكلتنا مع النظام، فهم ضيق في هذا الجانب. لا، خلوا مساحة الشفافية أكبر وخلوا المعلومة متاحة للعالم. إحنا المعلومة مغيبة عندنا، نتكلم بكل صراحة في أغلب المجالات. يعني الحديث اللي حصل في قضية الربط، هل طلع واحد من السلطة التنفيذية في مؤتمر صحفي وشرح هذه القضية وأزال اللبس عند المواطنين؟ في لبس عند المواطنين، وقد يكون الكلام اللي قيل في قناة الشاهد صحيح 100%. إذا الحكومة تقول أن هذا الكلام مو صحيح، يطلع الناطق الرسمي أو يطلع واحد مختص من الوزارة المعنية أو الإدارة المعنية ويحكي بالتفاصيل بالأدلة والبراهين. لأن إحنا في النهاية قاعد نتكلم على داتا تخص دولة. صحيح. مو معقولة إحنا في كل معلومة نذكرها هذه التأثير على هيبة السلطة التنفيذية. شو السلطة الهشة هذه اللي تصريح أو كلمة تأثر على هيبتها؟ وبعدين في وزيرة سابقة، عفوا دكتور، وزيرة سابقة ذكرت أن هناك ربط فيما بين دولة الكويت وبين كذا. هو ليس المعلومة اللي قالتها مو بس الوزيرة، وسائل الإعلام. أنا بأكد على كلام جميل قال أبو محمد، برات المسؤولية الأخلاقية والوطنية تحتم عليك، مو كل معلومة تعرفها تقولها. أنا أملك معلومات كثيرة في هذا الشأن، ولكن لا يمكن أن أقولها أمام وسائل الإعلام. المصلحة الوطنية تتطلب، ولكن اللي قالتها الأستاذة أنا أتوقع من باب الحس الوطني. صحيح. الحس الوطني، لو كان هذا الكلام مو صحيح
نأدي إذا نعم. كان الكلام صحيح نبدأ نأخذ إجراءات قضية نعم. وطنية صحيح. القضية ما لها علاقة في زعزعة علاقاتنا مع مصر، علاقاتنا مع مصر أكبر من تصريح صحيح. أكبر من نتأثر فيها قضية مثل هذه، حتى لو أرادت الكويت أن تستقل في هذه الجزئية وهذا حق وطني نعم. هذا حق وطني. إحنا الآن نتكلم على وضع، ما أقول وضع إقليمي ملتهب، أنا أشوف الوضع الإقليمي جدا هادي قياسا لسنوات مضت. لدينا الحرب اليمنية وأنا أتوقع الحرب هذه في طريق الحلحلة، الحروب اللي ما تنتهي بمنتصر ومهزوم هي في النهاية طاولة مفاوضات هي النتيجة الحتمية صحيح. ونأمل أن هذه تكون في القريب العاجل، ولكن هناك نعم. وضع دولي ملتهب صحيح. هناك أزمة حقيقية بين روسيا والغرب وأمريكا صحيح. هناك أزمة مش في ملف، في ملفات كثيرة، قضية الغاز، أوكرانيا وغيرها من الملفات، هناك إشكالية أخرى كبيرة بين الصين وأمريكا. لاحظنا قبل 4 أيام هناك مناورات روسية صينية، هناك شيء قادم، قد تكون هناك عودة للحرب الباردة أو أبعد من الحرب الباردة. نعم صحيح. عموم موضوع الربط وموضوع مريم العقير، أعتقد هي في ديوان رئيس الديوان الخدمة المدنية إذا ماني غلطان، يعني تابع الشاهد، جيت الشاهد يوم الثلاثاء، أعتقد راح يكون رد حاسم جيت الشاهد على هذا الموضوع، وراح تضع النقاط على الحروف بإذن الله تعالى. ما نبي نحرق شنو الموضوع، لكن نتمنى من مريم العقيل أن تقرأ الشاهد يوم الثلاثاء وليس يوم الاثنين. أبو بدر، أنا بالفرق، أنت رئيس اتحاد المحامين وفي جمعية المحامين، شو الفرق بينك وبين جمعية المحامين؟ فرق يعني كبير، هذا سأل الكل يسأل يعني. هذا فرق كبير طبعاً. خلني أنوه أن اتحاد المحامين تأسس وأشهر، وبعدين المحكمة ألغت إشهاره وصار عندها مثل ما تقول عرقلة كبيرة، بس هو ما زال تحت التأسيس. لكن احنا في الكويت عندنا قوانين جميلة جدا، عندنا قوانين للأندية الرياضية، عندنا قوانين لجمعيات النفع العام، وعندنا قوانين للاتحادات، وعندنا قوانين للنقابات. نعم. الاتحاد هو أصحاب العمل، ملاك أصحاب العمل، حلو، هذول يكونون اتحادات. جمعيات النفع العام ما تكون للمهنيين، يعني احنا عندنا لخبطة قانونية من الستينات، عرفت؟ ما تكون للمهنيين جمعيات النفع العام. جمعيات النفع العام تكون للخدمة الاجتماعية، مثلا جمعية مرضى القلب، جمعية الإصلاح الاجتماعي، جمعية إلى آخره، عرفت؟ لكن للمهنيين ما تكون جمعيات نفع عام. المهنيين محدد لها قوانين خاصة فيها، اللي هي تأسيس الاتحادات. أيضا العمال لهم تأسيس النقابات، فالقانون محدد كل قطاع له الكيان القانوني اللي يعمل فيه. نعم. الفرق ان اصحاب العمل في اتحادهم هم تقريبا مستقلين تماما عن الحكومه وعن اليات الحكومه، والسلطه العليا لهم هي جمعيتهم العموميه، لا سلطان عليهم في ذلك او في ادارتهم لاتحادهم. طبعا في خطوط عريضه، انك انت ما يجوز مثلا إثارة النعرات الطائفية أو القبلية، يعني بعض النقاط اللي هي ممنوعة كخطوط عريضة. لكن فيما يتعلق في إدارتك لمهنتك ما في أحد يعني له سلطان عليك. أما بالنسبة للجمعيات النفع العام ومنها جمعية المحامين، الشؤون لها سلطة عليها، انتخاباتها ما تتم إلا بموافقة الشؤون، تأخذ إعانة، ما تستطيع أنها هي تتعامل مع الخارج إلا بتوقيع وموافقة صريحة من وزير الشؤون. طبعا هو قبل كان وزير الشؤون، الآن هم متابعين، لا هم ما زالوا وزير الشؤون عفوا، اللي انقلوهم من الشؤون إلى القوى العاملة اللي هم الاتحادات والنقابات. وهذه نقلة صحيحة، هذه نقلة صحيحة متوافقة مع القانون، لأنهم أصحاب عمل وعمال نقابات واتحادات، فيكون تابعين لي النقابات والاتحادات. النقابات والاتحادات تابعين للقوى العاملة الآن. نعم. أما جمعيات النفع العام ما زالت تحت مظلة الشؤون. أبو ناصر بس عفوا ما بيقاطعك، بس جمعيات النفع العام الحين تلاقيها أغلبها مهنية. مهنية صحيح. أغلبها مهنية. طيب شلون عطوهم التصريح؟ أنا أقول لهم شوف، المزاج السياسي قبل الستينات، تحكي أنت الحين في الستينات، أثناء تأسيسهم الستينات وبداية السبعينات، المزاج السياسي قبل كان يخاف من الاتحادات والنقابات، كان يعملهم حساب كبير، خصوصا مع التوجه القومي في ذاك الوقت والأمور هذه. فكان كل واحد يجي بيأسس، طبعا مع قلة فهامية الناس في هذاك الوقت، كل ما جاء واحد بيأسس لك كيان قال خذ لك جمعية، اشتبي في الاتحاد،
ومشت العملية على هذا على هذا أساس أنها تكون تحت رقابة على أساس أنها تكون تحت رقابة وزارة الشؤون. الاتحاد ما يكون تحت رقابة، لا لا ما يكون تحت رقابته، ويحل وزير الشؤون في أي وقت يشاء الجمعيات النفع العام. وبالتالي كل المهنيين اللي عندنا متى تأسست؟ لو ترجع إلى تأسيس جمعياتهم أغلبهم في الستينات والسبعينات، عرفت؟ في هذا المزاج السياسي اللي كان سائد في هذاك الوقت ومشت العملية. أنا ليش أقول دائما إحنا في لخبطة قانونية، احنا في مثل ما تقول يعني عندنا قوانين جميله وتطبيقات معيبه، جدا معيبه التطبيقات. فبالتالي احنا نحتاج الى ان نستفيد من 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 هذه القوانين الراسخه اللي يعني تعطي كل ذي حق من حقه، وبالتالي تعطي كل واحد المسار الصحيح في مجاله. نعم. انت اليوم لما اكون انا رجل اعمال مهني وتعطيني جمعيه نفع عام، لا أستطيع أني أستثمر أموالي، ولا أستطيع أني أنا أمد علاقاتي إلى الخارج، طبعا علاقات المهنية، ولا أستطيع أني أنا مثلا أتحرك بالحركة التي تخدم المهنيين، فأصبحت العملية معيبة ومعرقلة. دائما إذا بغيت تنهض، إحنا عندنا مثل الغبار، إذا بغيت تنهض لازم تنفض هذا الغبار كله عشان تنهض الدولة، لازم تحط كل شيء في مسارها الصحيح. الأخطاء القانونية لازم تعالجها، ولازم ترد الأمور إلى 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 ما قصده المشروع وما قصده المؤسسين من الدولة. طيب من تأسيس أبو بدر، عفوا، أنت نائب رئيس الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي يقبلكم كاتحاد ولا سابقا سابق ولا ايه؟ يقبل جمعية المحامين الاتحاد الدولي؟ شوف، الاتحاد الدولي أصلا ما يقبل إلا أصحاب العمل، زين. بس اليوم الاتحاد الدولي صار همه الفلوس، يبي اشتراكات، يبي اشتراكات تدفع لي فلوس انا وياك. فاليوم قام يقبل جمعيات، قام يقبل افراد، قبل ما كان يقبل افراد لان هذا كيان مخصص حق المهنيين، ولا كان يقبل اي كيان يتبع الى الحكومه. طبعا احنا ما ندري عاد اللي هم اللي، طبعا احنا لما قدمنا في هذاك الوقت عضويتنا للاتحاد هذا يعني مليون ورقة عشان نثبت ان احنا متابعين حق الحكومة. الان شلون بس في اخر ايامنا معاهم، لان احنا حقيقة كانوا في البداية جدا مهنيين، وكانوا في البداية ما يقبلون في اي امر يتعلق بالدول ولا غيرها والسياسي والامور هذه كلها، ولا حتى في مؤتمراتهم ما تحط حتى علم حق الدولة لانهم مركزين على المهنة تماما. بس بدأت الامور المالية عندهم تتعب، فبدأوا يبون امور مالية باي طريقة. صار أي رئيس يجي يحاول إنه يعني يحصل أمور مالية أكثر وأكثر، فافتحوها للأفراد وافتحوها لأي كان يبي ينتسب. طيب ممتاز. بس سؤال، شنو العوائق اللي قاعد تواجهكم الحين عشان تكملون تأسيس الاتحاد؟ يعني أنتم من متى بلشين وليش الحين ما تؤسس؟ شوف، الاتحاد مؤسس، بس إحنا الحكم اللي صدر ما، طبعا خليني أقول لك شغلة، من قوة الاتحاد إن حتى المحكمة ما تستطيع أن تحل الاتحاد إلا بدعوة ترفع من وزارة الشؤون نفسها للأسباب اللي قلت لك إياها، يا أما أن تجاوزت نظام تأسيسها، تجاوزت إلى الأمور الطائفية والدينية والهذه. في الحالة هذه ترفع الشؤون، عفوا مش الحين، القوى العاملة، ترفع القوى العاملة، الوزير يرفع إلى المحكمة بأن هذه خالفت نظام تأسيسها ويطلب حلها. غير هالحالات هذه ما في. طيب اليوم احنا ترفع مثلا جمعية المحامين رفعت دعوة وقالت والله نبي نحل هذا الكيان وهذا كذا، القاضي ما قال ان انا احل الكيان، قال ان انا لا اتطرق الى حل هذا الكيان، ولكن قرار الاشهار صدر معيب، صدر في خطأ. هو فعلا في ورقة قدمت مو صحيحة في بداية التأسيس، واحنا تداركناها وقدمنا الورقة الصحيحة، فهو قال لك ان قرار الاشهار صدر غير صحيح، وانا كمحكمه ما اوجه الاداره انها هي تصحح خطاها، هي وشأنها في هذا الموضوع. فاحنا تقدمنا الى الوزاره وقلنا لهم يا وزاره، او الى القوى العامله وقلنا يا قوى عامله، بعد ما صارت القوى العامله، صححوا هذا الخطا. يعني افترض انك انت تصحح وفق القاضي والحكم يامرك انك تصحح هذا الخطا، لكن في هالفتره هذه مرت علينا احداث مو سليمة. أول شيء كانت وزارة الشؤون تغيرت إلى القوى العاملة، خذت القوى العاملة حوالي سنة أو سنة ونص عشان تعدل وضعها وتعرف هي وين ماشية
وتحط اللائحة الداخلية مالتها وإلى آخره. بعدها صارت أحداث في المجلس وأحداث سياسية، والوزارة تتغير كل يوم وزير، كل ما مثل ما تقول يعني مشينا مع هذا الوزير وثبتنا أمورنا تغير وراح إلى آخره. أغلب الوزراء اللي إحنا مرينا أو مروا على يعني كمسؤولين عن القوى العاملة أغلبهم يقرون الحكم صريح وواضح، وإحنا ما زلنا ماشيين في هذا الموضوع. بس أنت تعرف الكويت يعني إذا أي مشروع يبون يسوونه يقعدون فيه 30 سنة و40 سنة، فما بالك في هذه المسألة يعني. الله يعينكم. زين الله يعين. أنا بنتقل بدام ذكر موضوع الحكومات، يعني اليوم سمو ولي العهد استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والسيد أحمد السعدون، المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة. ويبدو أنه متوقع، يعني لا أعلم الغيب، لكن المتوقع أن صباح الخالد هو راح يشكل الحكومة إذا ما يعني خاب ظننا في هذا الجانب. شنو توقعتك أبو فيصل أو أمنياتنا؟ شنو الحكومة المقبلة؟ شنو الدور اللي عليها؟ أعتقد رئيس الوزراء المقبل على عاتق كثير من الأمور مطلوبة منه، أعتقد الكويتيين يعولون كثيرا الحكومة القادمة. أنا أبو محمد مشكلتنا كل ما نتفائل نرجع ننتكس. شو نسوي بعد؟ أنا هذا السؤال يعني ما راح أسأله للدكتور إبراهيم يعني. عارف إبراهيم خالص. يعني تفائلنا بعد انتخابات 5/12 وقلنا الشعب وصل رسالة. نعم. وتوقع أن الحكومة تفهم هذه الرسالة وتشكل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة تنسجم. مع الحين بعد حوار الوطن واللي حصل. بقول لك الحين. فللأسف ردينا مرة ثانية انتكسنا وصارت المشاكل السياسية وهذه التجاذبات واللوية اللي صارت. بعدين الحمد لله يعني بحكمة صاحب السمو طلع موضوع الحوار، وصار بداية الحوار أول انفراجة اللي هي العفو وتبعياته. اجتماعيا الناس مرتاحة واحنا الحين متفائلين، خلينا نكون يعني واحنا الحين الفرحة عامة الكويت الحمد لله 100%. صحيح يعني احنا جميع الفئات المجتمع مرتاحة يعني وسعيدة. احنا ابو محمد تكلمنا بهالموضوع يمكن نيران وتكرانا، ومبارك لنا حق الجميع والحمد لله قلنا انفراجه، وهذه ان شاء الله بداية الخير. وشكرنا صاحب السمو من غير شك. صحيح. وكل من ساعد في هذا الوصول الى هذا العفو، وايضا كل من وصل الى موضوع الحوار لمراحل متقدمة. ممكن استضفنا حتى دكتور عبيد الوسمي وناقشناه في هذه صحيح الامور. صحيح. احنا اللي ردينا الحين تفائلنا بكل امانه يعني، وما نملك الا التفاؤل يعني. احنا بنهايه الموضوع اذا ما تفائلنا شنو بنسوي؟ صحيح. فما نملك الا التفاؤل. احنا متوقعين ان سواء يعني اسند الامر الى صباح الخالد، شيخ صباح الخالد، او الى اي شخص ثاني يراه صاحب السمو مناسب لإدارة الدولة في هذا الوقت. أبو محمد لازم نعرف، احنا يعني لازم نأكد على موضوع الإدارة جدا مهم. احنا كنا نعاني منه يعني فترات طويلة. موضوع الإدارة، كيف تدير وزرائك، كيف تدير الملفات الحين العالقة، كيف تدير يعني الشأن العام، كيف تدير مشاكل المواطنين. البداية من الاختيار، بداية من الاختيار 100%. اليوم أنت أبو محمد قاعد تشوف حتى لما المدربين لما يمسكون أي فريق أول شيء يسويه يشرط على النادي، يقول له أنا باللاعب الفلاني، أبي اللاعب الفلاني على حسب طموحاتك. اليوم تبي دوري ولا تبي كاس؟ أبي اللاعبين هذول تعطيني إياهم عشان أقدر أوصل، وتعطيني ميزانية عشان أقدر أوصل حق هذا الهدف. نفس الطريقة اليوم رئيس الوزراء إذا ما أراد انتقال الى مرحله استثنائيه، لان احنا تاخرنا وايد ابو محمد، ملفات عالقه ومشاكل في البلد والدول الاخرى سبقونا. اذا اردنا ان ننتقل الى مرحله انتقاليه حقيقيه فعلا وفعلا نروح الى 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 خطوات متقدمه، يجب ان يكون اختيار الفريق بعنايه، ما تكون محاصصه، ما تكون والله في القبيله الفلانيه والطائفه الفلانيه والاسره الفلانيه، لا حد يتدخل. الكل يبي، كل قبيله تبي لها وزير. صحيح. كل شو اسمه غرفه التجاره تبي لها كم وزير، الطائفه الفلانيه تبي لها وزير، وبعدين والبلد. لذلك انا وجهه نظري اليوم اذا اراد رئيس الوزراء ايا كان ان يتقدم ويتقدم خطوات متقدمه، ان يعني يختار فريقه بعنايه. هذا الفريق اليوم اللي راح تستند عليه، هذول ايدينك اللي راح تتحرك فيهم. صحيح. هذول ايدينك، هذول ادواتك. لذلك يجب أن بالبداية أن تختار الفريق، رقم اثنين أن تقدم خطة عمل. ما تقدر اليوم، مستحيل أن تتحرك من غير خطة عمل. ما يصير الموضوع، مو عشوائي.
هذه إدارة بلد. اليوم أنت لو محمد عندك إدارة شركة صغيرة، إذا ما عندك خطة عمل راح تضيع. صحيح. ما تعرف شنو أهدافك، طيب شنو الهدف، شنو يقولك شنو الفيجن، شنو المشن. نعم. فلذلك اليوم أيضا خطة العمل مهمة. أنا أتوقع إن الـ يعني القيادة السياسية جادة في يعني التقدم والإصلاح، ويعني هذا يعني التأخر اللي صار في الفترات السابقة يبون يلحقون، يبون يلحقون الركب. لذلك أنا أتوقع اليوم إن هذه الحكومة ستكون متغيرة. نتمنى، أنا متفائل في هذا الموضوع، أن تكون حتى طريقة الاختيار ما يكون نفس طريقة الاختيارات اللي طافت. صحيح. بالتلفونات، والواحد ما يدري شنو وزارته. نعم. إلا تالي. نعم. يجب حتى السيرة الذاتية لبعض الوزراء ما يعرفونها. إيه، فأنا أتوقع هذا الموضوع. أنا متفائل في هذا الجانب، وما نملك مثل ما قلت لك إلا التفاؤل. صحيح. فإن شاء الله نتمنى أن تكون الاختيارات اختيارات سديدة بإذن الله. أبو فهد، يعني أبو فيصل ذكر موضوع أنه على رئيس الوزراء المقبل، ما نعلم، توقعنا يمكن صباح الخالد الله العالم، قد يكون شخص غيره، لكن هذا التوقع قادر أن يتخلص من الضغوط الاجتماعية والتجارية والسياسية. يعني نشوف نواب، يعني معروفة تصريحات، نبي حكومة وزراء تكنوقراط أكفاء، بالعلن يعلنون خلف الكواليس مثل ما ذكر أبو فيصل، كل نواب قبيلة ماخذين الأربع خمسة رايحين داشين على رئيس الوزراء، نبي وزير يمثلنا، طائفة فلانية، العوائل للأسف، غرفة التجارة بهذا الشكل. قادر رئيس الوزراء المقبل أن يتخلص من هذه الضغوط ويشكل حكومة فعلا بين قوسين تحت معيار الكفاءة؟ والله ما طبنا ولا غدا الشر، راح نستمر نفس الوضع، وماني قادر إلا أني أراضي يعني المجاميع السياسية والاجتماعية في الدولة حتى الأمور تسير. نعم محمد، يجب، مش قادر ونتأمل، لا، يجب على رئيس الوزراء المقبل سواء كان الشيخ صباح الخالد أو أي اسم آخر، قادر يا أبو فهد، يجب نعم، يجب أن يكون قادرا على تحقيق كل ما يريده المواطن. إحنا وقف فينا الزمن، خلينا نكون واضحين، تقريبا من مجلس 2009 وقفت الساعة بالكويت. بدأنا في الأزمات السياسية المتوالية، ما ندري منو طقاقنا، خلينا أعطيك إياها بلامي. رئيس الوزراء القادم المقبل أمامه فرصة تاريخية، أيا كان اسمه، سواء الشيخ صباح الخالد، أن يكون بطل تاريخي ويسجل اسمه في تاريخ الكويت. قل لي شلون. الآن هناك كم من المشاكل كبير جدا، هناك كم من المشاكل كبير جدا، وبعضها حلولها بسيطة جدا جدا جدا. تصور أن لو رئيس الوزراء المقبل هذا بادر بحل بعض المشاكل المزمنة بسبب الدورة المستندية، الروتين القاتل، أيا كانت الأسباب، مراكز القوة والنفوذ اللي كانت تحاول تضغط على رئيس الوزراء لو حيدها وخرجت خارج الحسبة السياسية، حل المشكلة الإسكانية، حلها بسيط، طلبوا 500 مليون بنك الائتمان، قال لك نوزع أراضي. نعم. التعليم، إذا ما تقدر أنت بدل ما يعني تستخدم معلمين أو أيا كان من دول في مؤخرة مؤشرة جودة التعليم، يا أخي عندنا دول، قطر ما شاء الله الرابعة والخامسة في مؤشر جودة التعليم، أخذ مناهج هولندر. نعم. بس المناهج العلمية على الأقل. عرفت، هو لديه فرصة ذهبية لحل المشاكل، الإسكان والتعليم والصحة، كثير من المشاكل وحلولها سهلة. يعمل فريق عمل من شباب كويتيين، الشاب الكويتي خلاق، وهو الأقدر على حل مشاكل بلده. أنا ماني في تذكرون في مجلس 2009 جابوا توني بلير حط خطة. نعم. وينها؟ للأسف 10 ملايين أعتقد أو شيء بالأدراج راحت. نعم، راحت في الأدراج، خذ له فيلا هناك في لندن بالأساس. وما قاله يا أبو محمد. نعم. ما أقطع كلام أبو فهد، ما قاله، قالوا كل الكويتيين. ما ما في شيء، ما في أدد فاليو. يعني ما جيب واحد من برا كل اللي قالوا الناس حط سجله. نعم صحيح. ما جيب واحد برا عشان يحل مشاكل بلدي، هذا واحد. اثنين، مشاكلنا معروفة وحلولها سهلة. لو تسأل أبو غازي الآن ولا الدكتور، أو أسألك أبو محمد، أو أسأل الدكتور إبراهيم، أقول المشكلة الفلانية شنو حلها، راح يقول لك حلها سهل، الحلول سهلة، ولكن تريد مبادرة وتحييد مراكز القوة. مراكز القوة قد يكون سياسية، قد يكون طائفية، قد يكون تجارية قبلية، أيا كانت. أنت جاي كشخص تعمل من أجل الكويت، الكويت فقط،
صدقني بعض الوزراء في التاريخ السياسي الكويت ما زال اسمهم مخلد. ليش؟ لما تضرب مثال ما بأذكر أسامي، تضرب مثال يذكر لك الوزير الفلاني، لأنه عمل من أجل الكويت وزهد في المنصب، عمل من أجل الكويت فقط. حنا نفتقد هذه النوعية من الوزراء. رئيس الوزراء ما عنده خيار آخر إلا أن يكون على قدر المسؤولية ويتخلص من كل القيود اللي كانت يعني حواليه، لأن الشعب ينتظر الكثير والكثير. نعم، يعني أحد الوزراء موجود في الحكومة الحالية عاد ما أدري، لكن يعني يعني من مدير هيئة إلى مدير ماني عارف إيش، من مدير إلى مدير إلى مدير إلى وزير، من منصب إلى منصب، من منصب إلى منصب. لما مسك الوزارة وأنا يعني أحد المقربين في الوزارة يقول ما له خلق، تعرف يعني بس برستيج حاطيني وزير ما له خلق يشتغل، وموجود في الوزارة الحالية للأسف الشديد يعني لهذه الدرجة. زين إحنا ما في بهالبلد إلا هالولد، ونعم بعائلته ونعم بأهله ونعم فيه، لكنه خلاص يعني صار 20 سنة شبع من المناصب وما له خلق. بهذا الطريقة دكتور للأسف بعض الوزراء قاعد يعينون فقط لأنه ولد فلان، وشوف سيرته الذاتية تجده يعني المناصب كلها خذها ما خلى شيء للكويتيين، ونهاية عمره بيخلونه وزير ما له خلق. والله ما له خلق يقولك يشتغل، والله ما له خلق يجي بس يقص الشريط وبس، وبخلي الأمور الوزارة سايبة لا رؤية لا خطة، ما في أي شيء تطوير. النوعية هاي تختار بهذا الشكل، ما أدري توقع يعني أن فعلا تغير النظرة في المستقبل. محمد أنا أتوقع الآن بعد لقاء الشيخ مشعل، الشيخ مشعل الواضح أنه رجل يبي يكون موجود في الميدان، وعنده تصريحات في اتجاه الإصلاح ومحاربة الفساد وتعديل الوضع الاقتصادي بالذات. صباح الخالد الآن هو المرجح، وهذه الحكومة الرابعة للآن، أكرر ما قلته في الحلقة الماضية، لا يملك إنجازات، حكوماته قصيرة، معدل حكوماته 8 شهور، فالواضح إذا استمر على هذا المنهج بيطوف جابر المبارك في عمر الحكومات، وكذلك في عدم وجود إنجاز. احنا منتقدنا جابر المبارك الكثير، كان يتهمنا بالشخصانية، ما عندنا شخص، احنا قاعد نقيم أداء. فصباح الخالد إذا استمر على نهجه السابق راح تظل قضية المحاصصة العائلية الطائفية القبلية، وهذا اللي مضيع البلد. أنت إذا ما تختار وزرائك على معيار الكفاءة، لأن هذا الوزير راح يختار الوكيل معيار الكفاءة وكيل مساعد وانت نازل، صحيح. إذا اخترت الرأس الهيد فوق بمعيار خاطئ، فالدنيا كلها تحت راح تكون بنفس هذه المعايير. فلذلك احنا في محل كراوح. أنت الآن عندك ملفات اقتصادية شائكة، لازم الحكومة تكون على درجة كبيرة من الوعي أمام التحديات القادمة. التحديات القادمة هي سياسية، والتحديات الاقتصادية هي الأكشر، هي اللي تحرك الميدان، هي اللي تحرك الناس. الثورات ما تحركها إلا المطالب الاقتصادية وليس السياسية. لا زالت الناس تشوف الإصلاح السياسي ترف، ولكن لما يصل الموضوع إلى قوت المواطن هني الدنيا كلها تغير. احنا الآن عندنا حديث حول المتقاعدين، نعم صحيح، رقم كبير، نعم. نتكلم على متقاعدين رواتبهم دون 1000 في بلد نفس الكويت بهذا الغلاء، لا يمكن. طلبة جامعيين قاعد يتوظفون دون 1000، هذا شيء غير منطقي. هذه تحديات. إذا بي صباح الخالد بنفس التشكيلات السابقة، هل راح يكون وزير قادر يتعاطى مع هذه الحالات؟ لا يمكن. المشكلة الإسكانية طلبات بالآلاف، روح المشاكل الصحية الآن، أعطيك متوسط الولادة في المستشفيات الخاصة 1500، إذا راتب الكويت الجامعي المتزوج 1000 دينار، يعني شهر ونص يقطع حق المستشفى. في المقابل هذه القطاعات الخاصة قاعد تأخذ كل شيء من الدولة بأسعار رمزية. وأنا أتوقع الشيخ مشعل هذا الملف من ضمن الملفات اللي أنا أشوف أنه هو معطيه أولوية، وأشوف أنه فعلا هذا بداية الحلف الشأن الاقتصادي، قضية أملاك الدولة. لأن الإيراد اللي راح يجيك من هذا المكان تتكلم بالمليارات، هذه أموال دولة مستباحة. عالج هذا المكان على قضية موضوع المواطن الكويتي. إذا الدولة غير قادرة أن تزيد الرواتب، اضبطوا أسعار العقارات بالدرجة الأولى. ثانيا لا تحرروا أسعار مثل ما تبي غرفة التجارة،
ولازم حماية المستهلك يتم تفعيلها، لأن اللي قاعد يصير أنت قاعد تخلي التاجر ينحر المواطن من الوريد إلى الوريد. اليوم دكتور يمكن شيء بشيء يذكر، ذكرت على موضوع المتقاعدين، اليوم لجان مجسومة أعتقد اللجنة المالية قررت زيادات يعني، لكن للأسف هذه لا تؤخذ فيها يعني الكثير، إحنا نعيد ونزيد. دائما أكرر هذا الأمر للمشاهدين الكرام، الناس ترى الناس على نياته بسيطة، يعتقدون لجان مجسومة يعني زيادة المتقاعدين، أو ذاك اليوم طلع لي مقترح والله المرأة الكويتية ربة الأسرة راح يمشوا له راتب، ترى هذه كلها مقترحات كلها بالأدراج، الحكومة مو رادة عليهم أساسا. لكن مع أنه مستحق هذا موضوع المتقاعدين أمانة وفعلا، بس الحقيقة يا جماعة ترى كل مقترحات مجلس الأمة خرطة بخرطة، يقولها لكم يعني لا تصدقون هذا الكلام. وإحنا حتى في جيرة الشاهد الحمد لله يعني عندنا توجه ما نضحك على القراء أن نمنشط على هذه الأخبار اللي جاء مجلس الأمة، لأنها مجرد مقترحات. أبو محمد والله لا. أنت جبت نقطة جدا مهمة وحساسة. أنا دائما مرات قضية تم مناقشتها في لجنة أو موجودة على جدول أعمال لجنة، ما أقول لك أقرتها اللجنة، فتين اتصالات متى راح يمشون المكافأة؟ نعم. الموضوع توه قالوا صرحوا، قلت له مناقشة في لجنة، لو أقرت في لجنة في مداولة أولى وثانية في نعم. في المجلس في قاعة عبد الله السالم، من ثم يروح للحكومة تقره ولا ما تقره. فهذه طبعا مراحل تمر فيها وفترتها الزمنية طويلة غالبا، بالذات في القضايا الشعبية، وغالبا لو أقرت في مداولتين ترجع. صحيح. وخصوصا إذا أقروها الأعضاء الموالين على الحكومة هم على يقين راح يردونه من الحكومة أو هم يحطونه في الداخل. اليوم الموضوع اللي أثير فيما يتعلق في المتقاعدين أن أقل متقاعد راح يكون راتبه 1000 دينار، طبعا ما أذكروا حتى تفاصيل هذا المقترح. صحيح. ولا أذكروا أنت الآن الحكومة في حديث أن الحكومة تحتاج إلى شهر، فإذا ما في اجتماعات لمجلس الأمة لمدة نعم. شهر. لما يرجع المجلس تعال شوف موضوع الأولويات الآن، في أولويات أخرى، في قانون المسيء وغيره من هذه الأولويات. أنا أقول دائما ومؤسف هذا الكلام، أولويات المواطن بالأخص في الشق الاقتصادي هي آخر أولوية لدى النواب، وخصوصا أن الحكومة حاليا تملك أغلبية مرتاحة، فأي شيء تبي الحكومة في هذا المجلس هو اللي راح يتحرك فيه. وفيصل التعليق. أنا بضيف أكد على كلام على كلامك أبو محمد وعلى كلام الدكتور. إحنا مشكلة كبيرة عندنا في مجلس الأمة أصلاً. اللجان المالية واللجان الاقتصادية للأسف للأسف الكل اللي قاعد يمسكونها لا هم ناس أصحاب اختصاص ولا هم عندهم خبرة في هذا المجال للأسف. يعني إحنا قاعد نشوف الأسامي، مع احترامي حق الجميع، ترى معيب أبو محمد ترى معيب إني أنا أكون في وراء اقتصاديين. يعني أنا اليوم معيب إني أنا أقول لك مثلا أنا جاهل في البيولوجيا. صحيح. مو عيب إني أقول لك أنا جاهل في الجيولوجيا، في ناس يزعلون إذا قلت له أنت جاهل في المجال الفلاني. يا أخي مو تخصصك، مو مجالك، ولا أنت مثقف في هذا المجال. صحيح. يعني اليوم في فرق ضرب محمد، هذا فرق جدا مهم، في فرق بين 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 الثقافة والشهادة، في فرق كبير. صحيح. يمكن أنت تطلع على الأمور وعارف إيش العام ولكن غير متخصص. نعم. صحيح. لذلك اليوم داخل مجلس الأمة عندنا كوارث، كل شيء قاعد يصير. صحيح. دغدغة حق مشاعر الناخبين. نعم. كل اللي قاعد يصير. أما تبي تشوف لك دراسة متخصصة تطلع، وأنا عرف ناس متخصصين في الاقتصاد يروحون الاجتماعات عند في مجلس الأمة، ولكن ما يؤخذ برأيهم. صحيح. إذا رأيك حبيبي، إذا رأيك نعم. يضرنا، يضر مصالحنا الانتخابية، مو نقطة بالدرج. نعم. نحطه بالخرامة ولا أحد يشوفه أصلا. لذلك إحنا عندنا مصيبة إذا وكل الأمر إلى لجان مجلس الأمة. نعم. لا العملية كلها راح تكون معيبة للأسف. يعني إحنا اليوم القوانين اللي قاعد تطلع لنا خاصة من مجلس الأمة الهدف منها زين، يعني الهدف بشكل عام منها زين، ولكن يطلع قانون يطلع لك معيب. معيب. نعم. صحيح. ما غير قابل للتطبيق مثل قانون المشاريع. نعم. الصغيرة. صحيح. أبو فيصل أخذوا على سبيل المثال سواء طلع من الحكومة. صحيح. قانون المشاريع الصغيرة لليوم يعانون منه. نعم. ولا شخص اليوم من أصحاب، وأنا مسؤول عن كلامي، ولا شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة استفاد من هذه الغروض الائتمانية. صحيح. اللي تكلمت عنها الحكومة. فيصل أنا أضيف على كلامك، يمكن هم يصلح لي الدكتور إبراهيم في هذا الموضوع. مجلس 2016 صلح قوانين، عدل قوانين مجلس 2013 بسبب القوانين المعيبة بالسياقة غلط،
ولهذا اليوم اعتقد قانون المحامين، خلينا نسال ابو بدر اللي خلصت الجلسه وما عرفوا حتى يصيغون، لهذا اليوم ترى قانون المحامين اعتقد انه ما اقر، هو قر في مجلس الامه وراح الحكومه يقول لك والله انتم في تعارض. شو اللي حصل في الجلسه نواب يسوون كل واحد يضيف بند ويعدل خلصت الجلسه، حتى المستشارين في مجلس الامه ما عرفوا شلون الصياغه يطلعونه، رجعوا الفيديو ما عرفوا. الى هذا اليوم ترى قانون المحامين ما ادري صار عليه في مجلس الامه. قبل قانون المحامين انتم ما شاء الله اخذتوا يعني الموضوع يعني بشكل ما شاء الله مسترسل، بس انا بقول لك المشكله وبرجع حق تشكيل الوزاره. تشكيل الوزاره طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالتفاعل، لكن حقيقه الوضع ان التفاعل يجب ان يبنى على اشياء واقعيه موجوده، فاذا كان واقعك مكسر لا يمكن ان يكون هناك نتائج ايجابيه. احنا واقعنا اللي موجود في مؤسسات الدوله واقصد فيها السلطات الثلاث واقع مكسر، والسبب فيه بقولها وماني يعني مثل ما تقول مجامل احد، الشعب فيه السبب فيه الشعب، اختيارات الشعب في مجلس الامه هي السبب في كل اللي احنا قاعدين فيه. ليش؟ لان الحين لما يجي رئيس الحكومه يبي يشتغل وهو مرتاح، يبي يختار ناس ما يصير عليهم مشاكل، ما يعاندونهم، ما يطقونهم، عرفت؟ فيحاول انه يختار يرضي. انا طبعا الجماعه قالوا غرفه التجاره وكذا، لا انا اقول هذه مسائل كانت قبل، بس اليوم اهم ارضاء عندهم اللي هو شلون يكسب الاغلبيه المريحه او العدد المريح من الاصوات في مجلس الامه. طيب مجلس الامه اليوم اختيارات الشعب فيه انك انت شلون يوصل الواحد اللي يكسر القانون لمصلحته، مع ان مثل ما قلت لك القوانين الاوليه ومن ضمنها الدستور وضعت لاراحه او لجعل المجتمع يسير بانسيابيه يعني جدا سهله. مجلس الامه يا جماعه ترى مجلس متخصص، مجلس تشريعي، ما قال مثل ما تقول البرلمان سياسي ولا قال لك مجلس تشريعي، هو مطبخ الدوله اللي يعطي حق القضاء ويعطي حق شو اسمه حق مجلس الوزراء يمشي على يعني على بموجب هذه القوانين. فاذا ما كان الاختيار الاولي والمبدئي من الشعب اختيار صحيح لرجل يحافظ على القانون ويصون القانون، ما راح يكون هناك تفاؤل ولا راح يكون هناك في اصلا حكومات قادره على انها تنهض لا في المواضيع الاقتصاديه ولا التعليميه ولا الاسكانيه ولا. من متى واحنا نتكلم عن المسائل هذه؟ اسكان و الى اخره، مكرر نفسه مكانك راوح مكرره، والله يمكن حتى من قبل، لا انا يمكن من قبل اعرف العلوم السياسيه ولا غيرها. فالحين المسائل هذه لا يمكن انها تنحل، وراح تشوفونها مكرره ومكرره ومكرره الى ان تنحل هذه العقده في اختيار الشعب لمجلس الامه. مجلس الامه مجلس تشريعي، في هناك طريقتين، اما ان الشعب ترتفع ثقافته ويعي ويعني يتم اختيار الناس القادرين على إدارة هذه المسائل التشريعية، أو أن السلطة، وحنا طبعا الآن سمو الأمير نقل صلاحيات بعض الصلاحيات فيما يتعلق بالاختيار كذا إلى سمو ولي العهد، وسمو ولي العهد متفائلين فيه أن شاء الله الرجل الحازم يستطيع أن يتدخل في هذه المسألة بقطع الواسطات وكسر القانون عن أعضاء مجلس الأمة. فإذا أصبح القانون هو الفيصل، هو الخط، هو مثل ما تقول المنهج اللي يمشي عليه الكل، فراح تلقى الكل ملتزم. فبالتالي إحنا مثل ما قلت لك العلاج طريقتين، يا رفع ثقافة المجتمع وأفراد المجتمع حتى يحسنون الاختيار، أو أن يكون هناك تدخل من السلطة بعدم تجاوز القوانين من أعضاء مجلس الأمة. أعضاء مجلس الأمة طالما أنهم يتجاوزون القانون زين علشان يوصل فلان ولا علان ولا كذا لمنصب ولا غيره، وفي تجاوب من الوزارة أنه والله تأخذ في كلامه، معناته أنه راح ندور في هذه الحلقة المفرغة. أما إذا قطعت هذه المسألة وأصبح عضو مجلس الأمة مو قادر أنه يوصل لهذه المسألة اللي يكسر فيها القانون، فبالتالي راح يكون مضطر الناخب مضطر أنه يغيره، عرفت؟ ويرتفع المستوى شوي شوي. فهذه طريقة علاج تبيلها وقت وفترة من الزمن حتى نصل إلى هذه المرحلة
اللي يكون فيها عضو مجلس أمة يحافظ على القانون ولا يكسر القانون. أبو محمد سمعتني أبو بدر، أعتقد من الظلم أن نحمل المواطن المسؤولية الكاملة. المواطن في آخر انتخابات 5/12 اختار يعني ناس أعتقد من أقوى المجالس، لكن أنت كونك كمجموعة في داخل البرلمان ما تعرف، لا تنسق مواقفك، ما تعرف من اللي معاك حقيقة أو وهميا. يعني في البداية قالوا إحنا معانا، خلنا نأخذ كمثال انتخابات الرئاسة، قالوا إحنا 41 نائب. بالنهاية العدد الفعلي كم طلع؟ 28 على سبيل المثال. أنتم كنواب وصلتوا واختاركم الشعب 30 31 25، أنت مداخل داخل البرلمان مو عارف كيف تتعامل مع القضايا السياسية، مو عارف كيف تتعامل مع الحكومة وتتفاوض معها حول القضايا. السياسة مو كلها لي، السياسة خذ وطالب، مفاوضات. ربعنا شو اللي يسوونه؟ يبون إما أكون أو لا أكون. هذا ما يصير. طول عمرنا وأزماتنا من 2009 إلى اليوم، خلاص أما تعطيني كل اللي أبيه أو أنا ضدك وأقلب الدنيا على راسك. وهذا غلط طبعا، هذا الكلام لا يبرئ الحكومة قطعا، ولكن يجب أن تدار العملية السياسية من قبل النواب الإصلاحيين. ما راح أقول لك معارضة لأن ما عندنا معارضة، النواب الإصلاحيين داخل البرلماني داخل البرلمان بعملية سياسية. لما تروح أنت على سبيل المثال، لما تروح تقعد بكراسي الوزراء، شنو استفاد المواطن؟ المواطن هم تقعد بكرسي الوزراء، أنت لك هدف سياسي جميل أوكي، لكن أنا أكلمك المواطن العادي، حنا نلاقي الناس ونقعد معاهم بالدواوين، يقول لك أنا شنو أستفيد لما يقعد بكرسي رئيس الوزراء وما إلى ذلك، مع احترام الآراءهم وتوجهاتهم. قد نتفق نختلف، ولكن وجهة نظر الناس غير ذلك. بس لما تطلع لما تطلع أنت في تصريح اليوم أحد النواب، ما راح أقول اسمه، رغم كل هذه أجواء الفرح وكل أجواء التفاؤل والناس متعشمة خير، يقول لك إحنا رافضين الرئيسين وإحنا مستمرين على استجواباتنا وإحنا مستمرين على وضعنا. الناس تعبت يا رب. زين بس خليني أقولك شغلة، إحنا أنا في بداية كلامي قلت إن هذا المجلس مجلس متخصص، وتخصصه في وين؟ في التشريع ورقابته على الحكومة. شنو رقابته؟ رقابته رقابة تشريعية. نعم. هل الحكومة أو الوزير الفلاني أو أيا كان، هل هو طبق القانون في هذه المسائل أو ما طبق القانون؟ العمل السياسي، لأن دائما كل واحد يبي يرشح نفسه لمجلس الأمة قال لك عمل سياسي. زين، العمل السياسي ما في من أعمال مجلس الأمة إلا يمكن حتى شيء ما يتجاوز 10%. العمل السياسي لمن؟ لأفراد الحكومة وللسلطة السياسية. أما اختصاص المجلس هو عمل تشريعي. طالما ان احنا ما راح نحط هالنقاط هذه على الحروف وما راح نفهم هذه المساله، احنا في ازمات متتاليه. ليش؟ لانك انت عندك دستور بس مو عارف تطبقه، عندك سلطه تشريعيه وعندك سلطه تنفيذيه وعندك سلطه قضائيه، الكل داش ببعض، ما يصير. يعني وبعدين اهميه هذا الموضوع شنو؟ ان شريك في الحكم مع سمو الامير، مجلس الامه يصدر قوانين والامير يصدر قوانين، فهذه خطورته. العمل السياسي، ما في عمل سياسي مثل ما قلت لك، والله يمكن لو بنقيسها بالنسبة ما تتجاوز 5% حتى، يمكن تتعلق في موضوع يعني لما الأمير يصدر أو يبرم المعاهدات الدولية تعرض على مجلس الأمة بطريقة ما وهذه يعني أمور يعني ما العمل الأساسي لعضو مجلس الأمة وضع تشريع ومراقبة هذا التشريع، هل يصلح للمجتمع أو لا يصلح للمجتمع، سلبياته وإيجابياته، هل يطبق أو لا يطبق، إذا كان لا يطبق ما هي الأسباب لعدم تطبيقه، يضع النصوص كذا. وبعدين لما تقول قانون المحاماة وغيره من القوانين، تدري شو اللي قاعد يصير عندنا؟ ترقيع. ما في، أنت تبي تسوي قانون محاماة لازم تسوي قانون متكامل، ما تجيب القانون اللي صدر من الستينات وتقول شيل الفقرة هذه وشيل النص هذا وحط النص هذا وتطلع لك قانون مشوه. طلع لأن الأفكار اللي صارت في الستينات وأنت تبي تعدلها لازم تعدلها الآن، تعدلها بتفكيرك الآن الحديث، فصارت كلها بهالطريقة هذه. ولا عندنا قانون صدر، أو شوف النسبة، نسبة القوانين اللي تصدر من أعضاء مجلس الأمة اللي يفترض أنه هم المشرعين، وشوف نسبة القوانين اللي تصدر من الحكومة. الحكومة صدرت قوانين تكاد أن تكون من تاريخ تأسيس مجلس الأمة إلى اليوم، تكاد أن تكون 90% من القوانين اللي صدرت في الكويت كلها
من الحكومة مو من أعضاء مجلس الأمة. محمد بس أنا على جزئية الدور السياسي، المجلس الأمة دور السياسي من خلال البيانات السياسية اللي يصدرها. مجلس الأمة يعقد بعض الجلسات لمناقشة قضية سياسية، في بعض القضايا لها بعد سياسي كالاتفاقية الأمنية لابد تمر على مجلس الأمة. صحيح. وهذه الاتفاقية هي الشق السياسي مالها هو اللي عليه علامات استفهام. مشاركة البرلمان في الاتحاد البرلماني الدولي العربي الآسيوي هذه كلها، نعم كلها جوانب سياسية بحتة. صحيح. يعني حتى المجلس التأسيسي نعم. ناقشوا في المجلس التأسيسي دعم الثورة الجزائرية. نعم. هناك شق سياسي. نعم. احنا يمكن لما نقيس البرلمان الكويتي على البرلمانات الأخرى الشق السياسي هنا أقل لسبب واحد، لأن هناك البرلمان أو الحزب طبعا اللي يملك أغلبية هو يدير السلطتين التشريعية والرقابية، بينما هنا في الكويت نلاحظ أنه مقتصر على السلطة التشريعية وهناك دور رقابي مثل ما قال أستاذنا الفاضل. ودور الرقابي ليس فقط على جانب ممارساته داخل قاعة عبد الله السالم، لا هناك دور رقابي مالي هو الديوان المحاسبة كذلك. ممتاز. عفوا بس دقيقة بس المسائل السياسية الأبواب السياسية اللي تفضلت فيها دكتور ما شفنا فيها مشاكل، المعاهدات والإجراءات، مشاكلنا وين؟ في المسائل اللي يحتاجها المواطن، يحتاج فيها تشريع. تشريع. هذه المشكلة. والله المشاكل. المشاكل عكيكة 90%. هذه المشكلة. أنا عندنا مشاكل. أنا بس لك سؤال مثل اللي ذكر أبو فهد، يعني أحد النواب من الآن قاعدين يصعدون الفترة المقبلة رقم الأجواء. نعم. وبس سيدي أبو فهد، النواب السابقين يعني شفنا دعوة النائب محمد هايفي يجمعهم يتصالحون. نعم. شو السالفة؟ ليش متختلفين بعد؟ يعني فعلا هذا السؤال أنا استغربت، يعني دعوة للصلح. شوف إذا النواب نفسهم اللي كانوا بتركيا مختلفين. شوف أبو محمد. شوف الوضع. محمد يعني أنا برد أعلق على أبو بدر وعلى الكلام اللي قال، بس برد بجاوبك أول شيء على هذا السؤال. شوف نهاية الموضوع هذه قناعات يا جماعة، هذه قناعات سياسية. يعني صحيح. اليوم يمكن احنا قابلنا دكتور عبيد الوسمي وقال لم رأيي لم يتغير في موضوع الرئيسين. نعم. لم يتغير، ما زال أنا أشوف أن رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ليسوا يعني مو حق الفترة الحالية. يعني أنا أشوفهم ليسوا برؤساء المرحلة الحالية الحرجة. أنا ما زلت على رأيي وقال لحي مع أنه داخل الحوار وناقش وقعد معاهم على طاولة حوار وصفه. وأنا ما زلت أؤكد على هالموضوع، موضوع الحوار مو شرط أني أنا اليوم أتفق معاك لما أقعد معاك على طاولة حوار. صحيح. هذه ثقافة سياسية يجب. صحيح. أن نرتقي بهذه الثقافة. فأنا ما عندي مشكلة أني أقعد معاك، ولكن رأيي فيك قد يكون مخالف يا أخي. أنا اليوم أشوفك يمكن ليس رئيس مجلس الأمة المرتقب واللي أنا أشوفه اللي عنده الإمكانيات اللي أنا أشوفه ينقلني من مرحلة إلى مرحلة، وأيضا رئيس الوزراء كذلك. لذلك رأيي اليوم لما أقول أنا والله ليه الحين أنا رأيي في الرئيسين رأيي ما زال على ما هو حتى في وجود الحوار، أنا ما أشوف هنا فيها مشكلة. لا عدم التعامل معهم. لا لا لا, لا مو لا أنا إيه؟ أنا قاعد أتكلم اليوم. نعم. رأيي فيهم. إيه؟ رأيي فيهم إني أنا أشوف عدم التعامل موضوع ثاني. شوف إحنا عندنا مشكلة رئيسية، عندنا فجور بالخصومة. يعني أنا شخص اليوم ماني مقتنع فيه ما أقعد معاه اليوم خلاص اليوم محاربة حرب شعواء. فهذه مشكلة عندنا. أنا قلت لك موضوع الثقافة السياسية. أنا بس برد على موضوع بدر، إحنا لليوم بنقيم هذا الموضوع. نعم هناك ثقافة يعني شوية تحتاج إلى 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 تطور العقل الذهني للمواطن الكويتي، يتثقف سياسيا زيادة عشان تكون اختياراته يعني اختيارات على حسب المطلوب على حسب المرحلة الحالية. ولكن احنا خلنا نشوف منو قاعد يدير المشهد داخل مجلس أمة. خل قاعد يديرون النواب، اللي قاعد يدير المشهد اليوم داخل مجلس أمة الحكومة. لا نضحك على بعض ونشوف الحكومات المتتالية حتى لما تكون هناك معارضة يجب أن تتخللها داخل الدش الحكومة عشان تضرب هذه. صح. هذه المعارضة. فاليوم احنا عندنا فساد وعندنا إفساد، عندنا مشكلة رئيسية اليوم من قبل الحكومة. الحكومة عشان تبي تقعد مكانها ما تبي تنجز، تبي تراضي العضو الفلاني، وتونا قاعد نقول وحتى بالتشكيل الحكومي وتراضي العضو الفلاني. احنا ابو بدر اليوم ما عندنا مو مشكله المواطن، المواطن قاعد مثل ما تفضل ابو فهد اختار في 5/12
انا احنا 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 على قولتهم يعني التفاؤل كان عندنا كان يعني متقدم جدا. ليش يمكن ليش يمكن بس خليني اكمل نقطتي. ليش مشكله المواطن هو اللي اختار؟ لا لا بس مبادر اكمل. لا لا يعني. اليوم احنا لما حللنا حتى الانتخابات في يوم الانتخاب وصراحه يعني يعني كانت كان تفاؤلنا مرتفع جدا. قولت ابو محمد حد اعلى ليش انه كانت اختيارات الناخبين كانت اختيارات ممتازه من وجهه نظرنا في البدايه، ولكن احنا عندنا مشكله رئيسيه اليوم. الحكومه كثر ما تحاول ان تفكك المعارضه. ليش تفككها؟ ما تفككها على اساس انها والله هذه المعارضه راح تقف يعني حجرة عثر في وجه القوانين، قوانين الحكومه، قوانين التنميه. لا مو هذا الموضوع. علشان تمشي اللي تبيه والقوانين اللي تبيها وعشان تثبت وجودها داخل مجلس الأمة. فاليوم لا نرمي كل شيء على المواطن. لا المواطن قاعد يحاول في كثير من الأحيان. رمينا كل شيء، رمينا اختياره. لا 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 اي هو مسؤول عنه. ما يخالف مسؤول عن اختياره، بس منو خلاه يلجأ حق هذا العضو؟ اليوم داخل الوزارات في أحد يقدر يترقى إذا ما لجأ حق العضو؟ لا. في اليوم عندنا مبدأ الثواب والعقاب قائم في الوزارات، معدوم جدا. شوف دش قطاع حكومي ودش قطاع خاص، راح تلاقي شيء مختلف. اليوم اللي يشتغل في الحكومة واللي ما يشتغل أهم شيء إنك مسنود وتأخذ المكافآت وتأخذ الدرجات العالية. لذلك اليوم لا نحمل المواطن. زين أنت ليش يا مواطن متحمل؟ خلينا نقول ليش يا مواطن أنت تقبل في هذا الابتزاز؟ لا مو أقبل أنا. ليش تقبل؟ ليش تقبل؟ خلينا أقول لك شغلة. وليش تقبل؟ أنا ما قطعتك مبادر، تكلمت. لا أنا اليوم المواطن وضع في هذا مو بإرادته، مو بإرادته. لما انطفح الكيل يا أخي اليوم أنا ما في حتى حقي. اليوم حقي اليوم أسأل أي صاحب عمل ولا أسأل أي صاحب وظيفة ولا أي صاحب حق في الدولة، يقول له شلون تجيب حقك؟ يقولك ما أقدر إلا ألجأ حق عضو. لذلك اليوم ارتفعت أسهم الأعضاء الخدمات. نعم. طبعاً ونزلت أسهم أعضاء شو اسمه المعارضة. نعم. أو ما يسمى بالمعارضة الإصلاحيين. نعم. اليوم تروح عند عضو إصلاحي، إحنا نعرفهم الفترات اللي طافت، عضو إصلاحي يروح عطى معاملة ما يمشون له الحكومة. نعم. ما يمشون له حق. لذلك اليوم قاعدين نشوف الحكومة لها إسهام كبير في هذا التردي اللي قاعد يصير حق المواطن. صحيح أبو فيصل كلامك صحيح. يعني أبو بدر إذا بترد، لكن ترى كلمة أبو فيصل صحيحة. أنا حتى أحد المقالات كتبت المندوب السامي للحكومة هو عضو مجلس الأمة. أنا شخصياً أحد الوزراء معاملة ماني ذاكرها شنو، ما ورحت مدير مكتب هذا الوزير وقلت أبي المعاملة. قال أبو محمد عطها النائب خلي يجيبها لنا، بس ختمة، يحط ختمة عشان يساومه. وزير يرد علي بهذا الشكل؟ صحيح. وأنا يعني مدير مكتب أعرفه شخصياً، قلت مصدقك أنت؟ قال والله ختم بس النائب. فمعناته التوجه حكومي من الوزراء، لا لازم النائب عن طريق المعاملة تمشي. أنا شوف أنا شو قلت في يعني من ضمن كلامي، قلت إن الإصلاح طريقي، يا أما عن طريق رفع الوعي عند الناخب أو التدخل من القيادة السياسية. طبعًا أنت لما تقول الحكومة إحنا نقصد فيها القيادة السياسية، لأن الوزراء يشتغلون أو يعملون باسم حضرة صاحب السمو، أو تدخل من السياسة من القيادة السياسية بقطع هذا التجاوز على القانون اللي هو الواسطة. نعم. زين، وإعطاء كل ذي حق حقه. فأنت متى عندنا مثل ما قلت لك أعيد وكرر طريقين، إما برفع الوعي عند المواطن وإما بتدخل القيادة السياسية بقطع هذه التجاوزات على القانون لينتهي مسألة عضو الخدمات حتى يأخذ كل مواطن حقه وفقا للقانون. اليوم القانون مش معناته أفصل قانون علشان المستحق وعشان ذو الكفاءة وعلشان يوصل من يستحق إلى هذا المنصب. طبعاً بالطريقة اللي قلتها إنه والله كل واحد يروح يأخذ عضو علشان يوصل حق هذا كله تكسير القوانين الموضوع. يعني لا تعتقد إنه في منصب ما في قانون ينظمه. صحيح. الدولة دولة قانونية، بالنسبة للكويت دولة قانونية وماشية بالقانون، بس للأسف هناك تكسير للقانون. فكلامي واضح طال عمرك، إنه يا أما مثل ما قلت لك التدخل من القيادة السياسية
بقطع هذه العملية. حصل هذا الأمر يعني في سمو ولي العهد موضوع القرعة في الضباط بجميع الكليات العسكرية. نعم احنا عارفين يعني وشفنا وزراء سابقين ايش كانوا يسوون. نعم آلاف مؤلفة دخلوا طلبة وحتى الكليات العسكرية يعني ما عندهم حتى أماكن للتدريب لهم. صح في يوم فوضى الأيام كبيرة. في يوم من الأيام أنا كان لي رأي في مسألة حل المجالس، مجلس الأمة كل ما جاء مجلس حلوا. هذا الحل كان يطلع أبطال، لأنهم إذا حلوا راح يركضون حلونا وحنا ما أعطونا فرصة، فالناس ترجعهم وينحلون، فصار عندنا حوالي فترة من السنوات عندنا أبطال. زين فأنا ناشدت القيادة الله أعلم خذوا، بس المهم إن إحنا شفنا الفترات السابقة أو الفترات الكم سنة الماضية في استقرار في المجالس، المجلس يكمل 4 سنوات صح؟ إذا كمل المجلس 4 سنوات شنو النتيجة؟ الأعضاء يتغيرون، وهذا اللي حصل، يتغيرون تقريبا 70 إلى 80%. فأنت دائما لما تجي تعطي العضو حقه في أنه يعمل تعطي فرصة للناخب أنه هو يقيم، وبالتالي أنت لما تجي تقطع مسألة عدم التجاوز على القانون تعطي فرصة أيضا للناخب أنه هو يختار من يشرع له التشريع الصحيح اللي يمشي كمنهج للمجتمع. أما إذا أخذنا الأسلوب أنه والله أنا ما أبي أصوت إلا حق واحد يمشيني، هذه أصبحت مصالح شخصية، ضاع الوطن، ضاعت الحالة العامة في الوطن. في معادلة يعني يقول لك من اللي قبل، الدجاج ولا البيضة؟ أيوة بالضبط. اي الآن يقول لك الناخب يضغط على عضو مجلس الأمة أنه يكسر القانون، الناخب وعضو مجلس الأمة يضغط على الوزير أنه يخالف القانون. من هنا المتهم الآن، هو الوزير ولا النائب ولا المواطن أبو فهد؟ هو النهج، هو العيب وين؟ هو كل الأطراف طبعا مخطئين. اللي يدور واسطة أحيانا يكون مجبور على فكرة، يعني موضوع العلاج أو عنده مريض أو شغلة، بس الـ يعني هي حتى المعاملة اللي تروح تعطيها النائب هي نوع من أنواع الفساد. نعم صحيح. التوظيف نوع من حتى لو كانت قانونية وحقك ما تأخذ إلا بهذا الطريق. أنت ما أخذت حقك أصلاً لو هي قانونية، أنت كنت أخذت حقك، لكن هناك خلل في أغلب الوزارات، في خلل كبير. ليش؟ لأن أولويات الحكومة وأولويات النواب تختلف عن أولويات المواطن، لا يلتفتون إلى أولويات المواطن. يعني كثير من القوانين حتى الآن، القوانين اللي طرحت الآن مش أولويات المواطن. يعني هذا واحد. اثنين، لما نتكلم عن كتلة، طبعا أنا أتفق مع أبو فيصل وقلت لك أرفض تسمية كتلة المعارضة، ولكن الإصلاحيين في مجلس 2012 الأول المضطر استمر المجلس 6 شهور وأبطل بقرار المحكمة الدستورية. النواب كانوا 32 أو 34 أعتقد، فرضوا برنامجهم على الحكومة، ومشت الحكومة معاهم، وتقدم كذا استجواب للشيخ جابر مبارك، استجوابين أعتقد، واحد أحمد الحمود، الشيخ أحمد الحمود ما أناقش أصلاً، بس من النائب صالح حاشور السابق، نائب السابق صالح حاشور، وأعتقد من أبو يوسف عدنان المطوع، ماني متأكد أنا. وقف الوزير وتكلم وجاوب، ماذا؟ لكن أحياء الكتلة 34 أنا ذاك عرفت كيف تستوعب الحكومة، وأصبحت يعني حتى أذكر مقولها اللي ناب السابق أدام طوع يقول لهم، يخاطب واحد فيهم ما أذكر واحد، يقول له ترى إحنا المعارضة وإنتم النواب الحكوميين الحين، إذا تذكرها أبو محمد. فالنواب الحاليين مع احترامي لهم وتقديري الشديد لهم، وأنا أتكلم عن 28، ما راح أتكلم عن 41 اللي صار 34 اللي صار 31 اللي، أنا راح أتكلم على انتخابات الرئاسة 28. لم يقرأوا المشهد داخل البرلمان بصورة سليمة، ما لعبوا، يعني ما راح أقول لك سياسة عشان تقول العمل السياسي، ما داروا العمل البرلماني داخل قاعة عبدالله السالم بشكل سليم. صحيح. أنا عندي 28 نائب يا رجل، اللجان اللي بمكتب المجلس ما قدروا يسيطرون عليها ولا يدخلون فيها. هل هو سوء تخطيط؟ هل هم القلوب مو متصافية؟ يعني واللي حصل مخترقين. خلينا نتكلم صراحة، في إشارة في اللجنة التشريعية واللي حصل فيها. لا أنا أقول لك وين الخطأ، تسمح لي؟ لا بس أبو، هناك خلل كبير في العمل البرلماني لما يكون عندي 28 نائب في البرلمان، وأقعد حتى ما أقدر
أحقق أي إنجاز، هذا أنا في كنواب عندي خلل برلماني، ما حول أحمل المواطن. لا 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 لا. أن المواطن والله ما عرف يختار، هذا مو صحيح. لا لا أنا أقول لك وين الخلل هني إذا تسمح. بدر بجيك بس أنا الآن عندي الدكتور إبراهيم وبعدين إن شاء الله بختم فيك، ما بقى عندي وقت. فعلا يعني موضوع دكتور 28 30 28 لو قلوبهم على بعض، ما شفنا حسن جوهر طلع أقول أخوانا مصير من المولد بلا حمص. مو معقولة مو قادرين يتفقون توزيع الأصوات في اللجان، ولا هم مجتمعين ولا اجتمع 17 واحد نائب مع الحكومة، فصلوا تفصال جميع لجان مجلس الأمة، وهذا صراحة من خمال ربعنا يعني الثاني النواب الثاني. وين دوركم؟ وين التخطيط؟ ما في عمل سياسي، على الأقل تخطيط بينكم من بعض. أو مخترقين مثل ما قال. حتى وين كانوا مخترقين أبو فهد؟ مو معقولة مو قادرين حتى يوصلون ربعهم للجان مجلس الأمة، وبالنهاية يطلعون ويشتمون بالحكومة والحكومة سوت. طيب من ضعفكم من عدم تنسيقكم. أبو محمد إحنا للأسف المعارضة يمكن مو بس بهالمجلس، حتى المجالس اللي سبقت في الآونة الأخيرة، ما هم يطالبون الحكومة بأنه يكون عندها نهج وهم ما عندهم نهج. هم عملهم فوضوي لا يوجد عمل جماعي. أوكي، ويطالبون الحكومة في المقابل. لذلك لاحظهم وهم كذلك كمعارضة ما يملكون إنجازات. الدور الأول خسروا كل معاركهم السياسية في المجلس. حاليا هم وصلوا 28، ردوا ارتفعوا إلى 30 31. الآن حد يعرف عددهم بالضبط كم؟ 9 يقولون. أي 9، ومن 9 راح تلقى منهم مخترق من قبل حكومة، وهذا كلام صحيح 100%. إحنا طالما هذه المعارضة تشتغل بهذا المنطق، لا يوجد شخص قائد لها ولا يوجد لها استراتيجية واضحة، لن تحقق إنجاز. تعتمد على ردود الأفعال، تعتمد على اللغة العالية، لغة الصراخ، ولكن في جزئيات مبدئية ما يحق لهم يعلنون عدم التعاون مع الرئيسين. القضية مو في شخوصهم، القضية إن في نهجهم. أنا رئيس ما يطبق اللائحة أو يقصي فريق، فبالتالي أنا عندي إشكالية حتى في التعامل مع شخصه. إحنا لهينا أسبوع باحتفالات مسلم البراك، عندنا أسبوع الجاي راح نحتفل باحتفالات فيصل مسلم، أسبوع راح نتابع أخبار عبيد قاعد شرب قهوة، عبيد شرب سيجارة، على ما تتشكل الحكومة. للأسف هذه قضايانا. فإحنا كشعب الآن على الشعب الكويتي خلال متابعتكم لهذه الأحداث، رتبوا أولوياتكم بالأخص فيما يتعلق في الشق الاقتصادي. وأنا أقول لا ترفعون سقف التفاؤل وايد في هذا الموضوع، عشان لا تكون الصدمة كبيرة. دكتور اليوم عبد الله السلمان مو موجود، فبالتالي أنت غير متفائل. أنا مرتاح اليوم، كان قال ها زرعت التشاؤم. تشرب عليك. الله يعطيك العافية أبو بدر. يعني إذا عندك تعليق أعتقد. إيه أنا بس الخلل معروف. عندي دقيقتين بتكون عندك إن شاء الله. الخلل معروف، الخلل في مشاركة الحكومة بالتصويت. وهذا طبعا مشاركة الحكومة مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات. وأيضا إذا 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 سلمنا بهذه المشاركة في التصويت، أصبح المجلس غير مستقل، نطالب باستغلال المجلس التشريعي. زين، فطالما إن 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 الحكومة تشارك بما يتعلق في المجلس في انتخابات أو انتخابات لجان أو انتخابات كذا، هذا الأمر يعني راح يصير في خلل كبير، وراح يصير الأمر مو مقبول، مع أن النصوص القانونية والمبادئ الدستورية والأمور هذه كلها تؤيد عدم مشاركة الحكومة في هذا المجال. وحتى أعتقد أن أحد رؤساء الحكومة يعتقد يمكن الله يرحمه الشيخ سعد العبد الله في فترة من الفترات امتنع عن المشاركة في هذا التصويت، أو نأى بالحكومة عن المشاركة، لأن هذا سبب خلاف وسبب حساسية. بعدين احنا لما نجي نتكلم عن المعارضة، يعني أرجوكم تتقبلون مني، احنا ما عندنا معارضة. يعني نظامنا التشريعي، نظامنا التشريعي والدستوري ما يبني معارضة بمفهوم المعارضة. احنا نطلق عليها مجازا معارضة، انما هي آراء وأفكار. اليوم ولا نلوم احد اذا اليوم نشوفه في الموقف هذا وباكر نشوفه في الموقف الثاني، لان احنا ما عندنا منهج. مثل ما قال ابو فهد، يعني النواب الصلاحيين ممكن يكون بالضبط اقرب افضل بالضبط ايه؟ تسمية. فلما يرجعون للمهمة الأساسية لمجلس الأمة اللي هي المسألة التشريعية، راح يكون من السهل عليهم تكوين كيانات فيما بينهم، أو تكوين رأي موحد.
أما إذا بيمشون في مسألة في المسائل السياسية اللي هي تقريبا 5% واللي أصلا مو ما تطرح يعني المعاهدات الدولية والمشاركة ما تطرح يعني في مجلس الأمة، إذا بيخلطون الأمور بالطريقة هذه أكيد راح نتأزم ليه يمكن الله أعلم ليه 20 سنة لقدام. عموما احنا متفائلين ان شاء الله رئيس اتحاد المحامين الكويتي ونائب رئيس الاتحاد الدولي المحامي ناصر الهيفي، شكرا جزيلا لك. الله يرضى عليك. الله يعطيك العافية. وانا شاكر لكم الحقيقة هالاستضافة هذه، والله يعطيكم العافية. غازي دوسي ابو فيصل شكرا جزيلا لك. طول عمرك محمد. سعد الشمر ابو فهد شكرا. دكتور ابراهيم دشتي شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لختام هذه الحلقة، ننتقل مع الزميل عبد الله السلمان وديوان الصحافة وابرز عناوين صحفنا. شكرا اخوي. مشاهدينا الكرام يا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج ديوان الصحافة وأهم الأخبار المحلية والدولية في صحفنا لهذا اليوم. طبيعة الحال المنشطات الرئيسية أو المنشط الرئيسي اللي تقريبا كافة الصحف استقبال سمو الأمير اللي اسمه ولي العهد و